أول شيء هذه ثاني معرض أدخل فيه في معرض العطور، نزلت عطرين جداد. طبعاً عطوري القديمة صارت سولد أوت الحمد لله، بس البلومسك صار موجود أونلاين. فالعطور اللي نزلتها أونس وينيو وكلاماروسو. كلاماروسو هو عطر الجسم، كثير البنات حبوه لأنه ريحته تفوح وتبقى ثابتة بالجسم، ففي مسك وفي عود بنفس الوقت، فتحسه خفيف ثقيل. برضو سويت أونس وينيو لأن ريحته مرة حلوة، فسويت كلاماروسو وأونس وينيو نفس الروائح، ما غيرت، كلهم فيهم مسك وفيهم بعد عود. وبالنسبة للعطرين اللي أنا سويتها، في مكون واحد أباكم أنتوا تجون تشمونه وتكتشفون إيش هذه الريحة اللي فيه. الروائح حقت العطور اللي أنا سويتها جد جد تأخذ العقل.